حزب الشعب يصف زعيم حزب الحرية بأكبر خطر أمني في النمسا. محادثات صعبة تجمع وزراء داخلية النمسا ورومانيا. الجيش يشتري معدات جديدة بقيمة 390 مليون يورو. المستشار يرفض إعادة العمل للفترة القصيرة في الشركات المتعثرة. شركات الإصلاح تتكبد خسائر فادحة بسبب الاحتيال على المكافأة. وصندوق التكامل EEF يطلق بوابة لتعلم اللغة الألمانية بالعربية. متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة على النمسا ميديا. وفي خبرنا الأول، وصف الأمين العام لحزب الشعب النمساوي أوفاو بي كريستيان شتوكر أن زعيم حزب الحرية FPÖ هيربرت كيكل وصفه بأنه أكبر خطر على الأمن الوطني. جاء ذلك بعد لقاء كيكل على التلفزيون النمساوي ORF، حيث شبه حركة الهوية المتطرفة بأنها منظمة مجتمع مدني. وقال شتوكر بأن كيكل خطرا على الديمقراطية وتهديد للأمان، مشددا على دور الأمن الدستوري في مكافحة التطرف، حيث أن حركة الهوية وصفت سابقا بجماعة يمينية متطرفة. عبرت رومانيا عن استنكارها الشديد للفيتو النمساوي ضد انضمامها لمنطقة شينغن في ديسمبر من العام الماضي، وذلك في لقاء جمع وزير الداخلية كارنر مع نظيره الروماني كاتالين بريديو. وناقش اللقاء ملف الهجرة والتعاون الأمني، وبحث الطرفان أزمة الهجرة وميثاق اللجوء الأوروبي وتعزيز التعاون الشرطي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. وأوضح كارنر أنه في عام 2022 سجل أكثر من 100,000 تجاوز للحدود النمساوية، مشيرا إلى أن توسيع نظام شنغن لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. أعلنت وزارة الدفاع النمساوية أن القوات المسلحة أبرمت عقودا بقيمة 390 مليون يورو لشراء معدات جديدة. وأعلنت وزيرة الدفاع كلوديا تانر أنه تم في النصف الأول من العام الجاري تم تعيين 1233 جنديا وموظفا جديدا، مؤكدة على تعزيز استقبال النساء في الخدمة العسكرية وتعزيز عدد الموظفين نظرا لحالات التقاعد وانتهاء الخدمة، حيث أن هناك حاجة سنوية إلى 1000 جندي وموظف مدني خلال السنوات المقبلة. رفض المستشار النمساوي كارل نيهامر نموذج العمل القصير على غرار فترة كورونا في مصنع متعثر في النمسا السفلى. وأظهرت قراءة اقتصادية حديثة تراجع الصناعة، حيث صرح المستشار نيهامر بذلك أثناء زيارة له لشركة فيستلر بروفيل للصناعة التي يعمل فيها 1300 موظف من بينهم 150 شابا تحت التدريب. ورفض نيهامر نموذج العمل المؤقت لأن هناك 200,000 وظيفة شاغرة، وأنه يجب توخي الحذر من إطلاق برامج مثل العمل المؤقت التي قد تؤثر على سوق العمل في النمسا. تسبب توقف مكافأة الإصلاح في فيينا بخسائر كبيرة بين شركات الصيانة، حيث تم تعليق المكافأة بسبب حالات الاحتيال المتكررة. ومن المقرر أن تستأنف مكافأة الإصلاح بتدابير أمان جديدة لمنع الاحتيال اعتبارا من 25 من سبتمبر، وكان قد أثر تعليق المكافأة في يوليو على أداء الشركات بنسبة تصل إلى 40%. ويوجد أكثر من 500 شركة شاركت في الحملة في فيينا، وتعمل وزارة البيئة على تفعيل الأجهزة القديمة من خلال تقديم 50% من قيمة الإصلاح، فيما نجحت المبادرة في استقطاب الكثيرين.
أطلق صندوق التكامل النمساوي OEF منصة مجانية لتعلم اللغة الألمانية باسم بوابة اللغة، توفر أكثر من 5000 تمرين ودورات مباشرة عبر الإنترنت. وتستهدف المنصة مستويات مختلفة من التعلم بدءا من الأمية حتى مستوى C1، وتقدم دورات مخصصة لمجالات مهنية مثل الضيافة والفنادق والنقل والبيع. وحتى الآن نجحت المنصة بتحقيق زيارات يومية تصل ل 14,000 زيارة يومية. وتقدم المنصة أيضا مواد لتعزيز اللغة للأطفال ونصائح للمعلمين، وهي متاحة باللغة العربية للأطفال والكبار، وأيضا كتب دورات مع التركيز على النمسا. إذا كنت تقوم بتدريس اللغة الألمانية فسوف تدعمك موادنا في دروسك، وسوف تلتقي معلومات حول البرنامج المجاني لمتابعة التعليم الخاص بصندوق الاندماج النمساوي. إذا كنت ترغب في تحضير الامتحان باللغة الألمانية فستجد أيضا العديد. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا هيفاء، ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله.